أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. وهذا البرنامج لكل من تابع، لكل من شاهد، لكل من سمعنا وجهة نظره. بإذن الله تعالى كل أهداف اللي تبونها إن شاء الله سنضعها في هذا البرنامج، وتكونون موجودين معنا دائما في اختيار مجموعة جميلة من الأهداف لأندية مختلفة لمنتخبات مختلفة. بعد الفاصل من الحديث. يوسف الثنيان نجم الكرة السعودية من اللاعبين المميزين، ولما نشوف يوسف الثنيان يلعب ذاك الوقت أمام لاعب عملاق مميز فنان هوايته، يعني يتميز بالمراوقة، يعني على مستوى الخليج الآن لو عدنا إلى سنوات طويلة اثنين كانوا يمتعونك وهم يراوقون أو عندهم المهارات الفنية العالية، فتحي كميل في الكويت وكان يوسف الثنيان في السعودية. يوسف الثنيان طلعوا عليه غناية يوسف الثنيان لاعب وفنان، فكان لاعب مميز. دعونا نتوقف أمام أهداف لذلك اللاعب المميز يوسف الثنيان. يحاول الزج بحسين المسعري لتنشيط الهجوم والوصول إلى نتيجة. محمد لطف، سامي الجابر، حاول يعدي سامي، حاول يعدي سامي، يعدي سامي، يلعبها عرضية سامي بالرابعة المرمى. الجماهير تنتظره من بداية شوط المباراة الأول وفي ضغط مستمر. شوف هذا سامي بذل مجهود كبير سامي، وعلى طول يوسف الثنيان يطير على الهدف، سجل الهدف في الدقيقة 40. هدف، أصبحت النتيجة الآن، طلع الآن سامي، طلع سامي الجابر، يوسف الثنيان، عبد الله بلال، وجه لواج والمرمى، جول جول يوسف الثنيان، يوسف الثنيان، وهدفين اليوم، هدفين يوسف الثنيان، واحد بالرأس واحد بالقدم، ويتربع الآن يصل إلى صدارة الهدافين. في 21/8/1992 التقى منتخب الكويت ومنتخب البحرين للشباب. مباريات المراحل السنية كانت فيها منافسة ومد جزر، مثل ما نقول نتائج ربما مختلفة. الحين نتيجة لما نقول 1992 نتيجة قديمة. دعونا نتوقف الكويت والبحرين. يلعبها أحمد الدلماني، عيد مطيري، احمد دلماني، يلعبها ساقطه بالراس المرمى، وين هدف الاول الكويتي، هدف خاطف، هدف خاطف في اخر دقيقه من زمن الشوط الاول، في الدقيقه 45، في الدقيقه 45 يسجل. شوف 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 شوف، حنشوف مين اللي سجل الهدف، راح نشوف. هذا احمد الدلماني لاعبها بالراس، يبدو انه مشعل العتيبي، يبدو انه مشعل العتيبي هو اللي سجل الهدف بالراس على يمين حمد الرويعي كهدف للمنتخب الكويتي في اخر دقيقه من زمن الشوط الاول. خالد الدوسري وراح يسدد الكره، ليت نشوف رقمه، يبدو انه علي او عبد الخالق علي، يلعبها داخل المرمى لتعلن الهدف الأول للمنتخب البحريني في الدقيقة 33، يسجلها صادق خليل، سجل صادق خليل هدف التعادل في الشوط الثاني. وشوف شوف شوف ضربة الجزاء حطها على يمين خالد الفضلي لتعلن هدف التعادل البحريني، الهدف اللي تعثرت في الواقع ولادته
من الشوط الأول، والمنتخب البحريني بيحاول يضغط على نظيره وشقيقه المنتخب الكويتي. وانطلاقة من صادق خليل، صادق خليل يلعب كرة جميلة لسمير، سمير وتسديدة والهدف، الهدف الهدف، حطها في المرمى، حطها في المرمى، علي سلمان يضيف الهدف الثاني، يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38 من زمن الشوط الثاني. شوف شوف هذا سمير، هذا سمير كان ضاغط في الواقع، المنتخب البحريني من بداية المباراة كان ضاغط، شوف جلاها وراحت لعلي سلمان، لعبها بيساره على طول داخل المرمى كهدف ثاني لصالح منتخب البحرين للشباب. شوف من زاوية أخرى، زاوية أخرى، هذا سمير ويسددها خالد لكن اصطدمت ورجعت لعلي سلمان، كان واضح ما تصفيات أولمبياد سيدني عام 2000 اللي بدأ طبعا 99، بدأنا في دشينا في عام 2000 في تلك المرحلة، وقيمت نهاياتها في سيدني في تلك المرحلة في استراليا. كان منتخبا مميزا في تلك الفترة، حقبة جميلة جدا من اللاعبين المميزين في تاريخ الكرة الكويتية. احنا نحكي بالعامية أحسن جيل وآخر جيل كان متألق هو عام 2000 في أولمبياد سيدني، ثم توقف العطاء فيما بعد، وكان أيضا ربما بطولة كأس أمم آسيا في لبنان كان فريق مميز أيضا، ولكن فيما بعد بعد عام 2000 تراجعت أو تراجع مستوى المنتخب الوطني، تراجع مستوى الكرة الكويتية في حتى هذه اللحظة، لم يعد الأزرق الذي كان مرعبا متفوقا ذي بطولة نجومية أمور كثيرة، لكن إن شاء الله نتفائل خير خلال الفترة القادمة أن يكون المنتخب بشكل جيد. الكويت السعودية الأخضر والأزرق تنافس أيضا قديم، وجاءت المجموعة جمعت منتخبا الكويت والسعودي أيضا في أولمبياد سيدني. دعونا نشاهد هذه المباراة. الدرج الرئيسي ما في مكان، يعني شوف الأماكن اللي قاعدين عليها على هذه مكان التصوير في التلفزيون، تلعب الكرة وتوصل لفرج جهيم، صلح نفسه فرج جهيم بالجول، بالجول، قلت 42 لا 43 جول، 43 جول، الله والله إنك فنان يا لهيب يا فرج لهيب، قايل لك من زمان انت لهيب يا فرج، سحبها وحطها وجول، جول في الدقيقه 43 جول، ايوه رقصتك عطينا عطينا، الله 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 الله، تطربنا هذه تطربنا، ايوه 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 اي أيوة والله، يرفع ايده للجماهير في الدقيقه 43، في الدقيقه 43 فرج لهيب على كره عكسيه، يلا 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 بشار، بشار اقطع له فرج الان، اقطع له الان، اقطع له فرج، اقطع له فرج، لعب له فرج، فرج حط بالجول، فرج بالجول، الله اقول لك اقطع له، اقطع له جول، لازم تقطع له وعطها، الله 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 الله، يا اولاد سيمفونيه اثنين المنتخب الاولمبي الكويتي، شوف 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 قطع له ولمس المدافع وحطها على طول وجول، وجول اثنين اثنين اثنين، منتخب الكويت الاولمبي اثنين، منتخب الكويت الاولمبي، فرج لهيب الهدف الثاني، الهدف الثاني فرج، الهدف الاول في دقيقه 43، صالح البريشي الى فرج لهيب، الى فرج، فرج يلعبها لنفسه، لعبها حلوه، كره حلوه من فرج، كره حلوه ويعدي بشار من الجهه الثانيه الى بشار، فرح قلبي فيها، جول جول جول، فرح قلبي، الله خلاص خلاص، بشار لعبها تابعها دخلها بالجول، شوف الاعاده شوف الاعاده شوف الاعاده شوف الاعاده، شوف حطها صدها الحارس، جول فاضي، وين تحطها يا بشار، جول، اي جول جول، سقف المرمى، سقف المرمى فوق، علقها عدل، شوف الاعاده، عيدها المخرج، عيدها علشان ايضا تشوفون الجول، تفرحون ايضا مع الجول، شوف شوف فوق حلق المرمى يسماه، تلعب الكرة، يلا خلوا بالكم في الدفاع، خلوا بالكم لا تسهلون، لعبوا كرة، لعبوا كرة وانقوا إلى بشار بكعبة توصل.
أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف. أتمنى إن شاء الله نوفقت مع طاقم العمل في تقديم مجموعة من الأهداف المنوعة في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية. لما نكون بعيدين أيضا عن الرياضة الخليجية وعن البطولات الأسيوية البطولات الخليجية، نتمنى إن شاء الله نكون وفقنا. باكر إن شاء الله لنا موعد جديد. فالكم طيب إن شاء الله، مع السلامة.